أحدث شهادات ادخار من البنك الأهلي بعائد يومي 1500 جنيه. ما تفاصيل هذه الشهادة وكيفية الحصول على هذا العائد وأقل مبلغ لشرائها؟ كل هذا نوضح لحضراتكم في تغطيتنا. شهادات الادخار التي تقدمها البنوك لجذب المستثمرين تلعب دورا مهما في تحفيزهم على الادخار والاستثمار بشكل مجدي، لأن هذه الشهادات تعتبر صورة من صور الاستثمار الآمن في مصر، وكما تضمن أيضاً ربحاً ثابتاً ومضموناً لعملاء البنوك. لذا يتساءل المواطنون دائماً عن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، ومن ضمن البنوك التي تطرح هذه الشهادات البنك الأهلي المصري، حيث يحرص دائماً على طرح شهادات ادخارية تحقق أهداف ورغبات عملائه. واستمرار الاطروحات المتتالية لشهادات الادخارية، هناك أو يقدم البنك الأهلي في الوقت الحالي لعملائه شهادة ادخار بلاتينية سنوية يمكن أن تصل قيمتها أو قيمة العائد منها إلى 1500 جنيه يومياً. وعن تفاصيل هذه الشهادة، هي شهادة ادخار بلاتينية سنوية ذات عائد ثابت لأجل سنة واحدة فقط بثلاث عوائد بين يومي وشهري وسنوي. عائد يومي بفائدة 23% سنويا، وشهري بفائدة 23.5% سنويا، وسنوي بفائدة 27%. ويتيح البنك شراء هذه الشهادة بمبلغ 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ، ويحتسب الفائدة على مبلغ الشهادة بدءا من اليوم التالي من تاريخ شرائها. كما يوفر البنك على شهادة الادخار بأجل سنة واحدة فقط للحصول على قرض تصل نسبته إلى 95% من بدء سداد فائدة 29% سنويا. ونأتي لكيفية الحصول على عائد 1580 يوميا من الشهادة. يمكن أن يحصل العميل من خلال الشهادة البلاتينية الجديدة على مبلغ يومي ثابت بقيمة 1580 جنيها من وراء الشهادة عند استثمار مبلغ 25 مليون دولار. كما يمكن الحصول على مبلغ شهري ثابت لمدة سنة بقيمة 58.75 ألف جنيه عند استثمار 3 ملايين جنيه في شهادة الادخار البلاتينية. يمكن للعميل أيضا الحصول على عائد سنوي بقيمة 18 آلاف جنيه من البنك الأهلي المصري عند استثمار مبلغ 3 ملايين جنيه في شهادة الادخار البلاتينية السنوية أجل عام، والتي تصل فائدتها إلى 27% سنوي. ويحصل العميل على مبلغ يومي ثابت يرتفع لأكثر من 6 آلاف جنيه في حال استثمار مبلغ 10 ملايين جنيه في الشهادة. ويتيح نفس المبلغ الحصول على دفعة شهرية تبلغ 195.8 ألف جنيه عند اختيار صرف العائد شهريا، أما سنوي يصل إلى 2,070,000 جنيه. جيد، بذلك نكون قد عرضنا لحضراتكم تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية الجديدة للبنك الأهلي المصري. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.